طبعا احنا في بصفتي ممثل لمدرسه مدارس الايمان الخاصه كممثل قانوني ليها في محافظه المنوفيه، في 45 مدرسه خاصه، فبيجرى انتخابات لاختيار 3 ممثلين لاصحاب المدارس الخاصه على مستوى محافظه المنوفيه. الحمد لله ربنا اكرمنا وانا احد الثلاثه اللي نجحنا في الاختيار في الممثلين لاصحاب المدارس الخاصه. الثلاثه دول بيمثلوا المدارس الخاصه في لجنه التعليم، بنحل كل مشاكل المدارس الخاصه اللي موجوده على مستوى المنوفيه، وبنبقى موجودين في لجنه التعليم كل ما يتعلق بالعمليه التعليميه والتي تمس المدارس الخاصه احنا بنبقى مشاركين فيها. وكمان بيتم اختيار واحد مننا يمثل محافظه المنوفيه في الانتخابات التي ستعقد في وزاره التربيه والتعليم لاختيار 3 ممثلين على مستوى الجمهوريه. اتمنى ان احنا نكون واحد منهم، لسه الانتخابات ما اجريتش، ولكن اتمنى ان شاء الله ان يكون ممثل من محافظه المنوفيه على مستوى الجمهوريه لجميع المدارس الخاصه. بماذا تحلم لقطاع التعليم الخاص وهو من المهام والاعمال الهامه جدا بالاضافه للعمل الحكومي؟ والله انا بحلم للتعليم الخاص، ان احنا زي ما احنا عارفين ان التعليم الخاص ده هو رافد من روافد العمليه التعليميه، وان احنا بنشيل عبء كتير عن الحكومه وعن الدوله. ان احنا بنساعد في يعني في توظيف الشباب، بنساعد في تعليم الطلبه، فبنشيل جهد كبير او جزء كبير من كاهل الدوله. فبحلم للتعليم الخاص ان هو يتطور وينتشر اكتر، وتبقى بدل يعني بالنسبه لمحافظتي المنوفيه 45 مدرسه نبقى 450 مدرسة، ونبقى كده بنحقق طفرة في العملية التعليمية. بنتمنى لحضرتك الدكتور جمال مزيدا من التوفيق إن شاء الله. الله يكرمك.